أهلا وسهلا متتبعاتي، أكيد كلكم سمعتوا بالجريمة المرعبة اللي وقعت في مارتين تطوان، بالضبط في واد المالح. الجريمة هادية غامضة والأحداث ديالها ما معروفينش بالضبط، كل واحد وشني كيقول. اليوم جبتكم تفاصيل جديدة، ملي عاودخرو شي تفاصيل أخرى إن شاء الله غنشاركها معاكم. بقاو معايا حتى نهاية الفيديو. من بعد 11 سنة ديال الغموض، السيد في مدينة قنيطرة كيقول اتصل به الأخ ديالو من الجزائر، كيقول له أخاي أنا غنقول لك واحد السر. قال له الأخت ديالنا هي كانت قتلت الزوج ديالها ودفنته تماك في الدار ديالهم في مارتين. قال له كيفاش؟ قال له كيما سمعتي وها كيفاش وقع بالضبط، وحكى له التفاصيل ديال الواقعة في اتصال هاتفي. السيد اللي في قنيطرة ملي سال المكالمة بقى مروم مخربق، ما فهم والو، حياته تقلبت، ما بقى فاهم ما يعمل. واحد النهار مشى نيشان عند بوليس تماك في قنيطرة وحكى لهم كل شيء بالتفاصيل. قال لهم واحد حالة اختفاء كانت تسجلت في مارتين، شحال هادي في 2012، هذاك ماشي اختفاء، هذاك جريمة قتل الأخت ديالي، هي اللي كتقتلت الزوج ديالها وطمراته تماك. حكى له البوليس كل شيء في محضر رسمي ومشى في حالو الدار ديالو. البوليس د قنيطرة اتصلوا بولاية أمن تطوان، والبوليس تطوان اتصلوا بالأمن د مارتين، ومشاو نيشان للدار د السيدة واعتقلوها. يومين الاستنطاق في ولاية أمن تطوان نكرت كل شيء وكتقول أنا ما عمله والو وزوجي مختفي. من بقات نكرة تصلوا بالبوليس د قنيطرة وجابوا الأخ ديالها في اليوم الثالث وعملوا لهم المواجهة. قالوا لها هو الأخ ديالك كقنتينا قتلته، وها الطريقة باش قتلته. صدمت وما جبرت ما تقول لأن ما كانوش قالوا لخك اللي فتحك. البوليس د مارتين و تطوان قدروا يجبدوا منا الاعتراف وشي معلومات دقيقة وبالحيلة، وهي كتضحك يعني اعترفت بكل شيء. بقوا معها حتى قالت لهم بالفعل أنا اللي قتلتهم وساعته لله، لكن دخلت معها خاها وقالت خي هذا اللي ساكن في قنيطرة والعيل ديالي وهم اللي ساعدوني عليه باش ربطناه وطمرناه، وحكات تفاصيل. البوليس تطوان ود مارتين مشاو للدار، وحتى هي مشات معاهم باش توريهم فين مدفون بالضبط. طرقوا باب الدار وجبر واحد السيده كاريه مسكينه ما فراسها والو، قالوا لها معاك بوليس جينا باش نعملوا واحد المعاينه. كانت وحده في الدار اتصلت بالزوج ديالها وقال لها افتح لهم الباب وخلي المخزن يدير خدمته. بالفعل دخلوا كاملين ودخلوا لديك الكراج اللي رجع بيت تابع للدار وما بقاش كراج. بالفعل جبروا اللوسه الارضيه ديالو ماشي كامله بلون واحد، حفروا جوج د المتر ونص 4 ساعات د الحفير، وللأسف وصلوا للعطومة للراجل، جبروهم راشين. الخلاصة الزوجة والأخ ديالها في سجن الصومال تطوان، والبحث جاري على الابن ديالها. هي اعترفت بالقتل الزوج ديالها وقالت الأسباب علاش قتلاته اللي لحد الآن باقي ما عرفناهمش إحنا، لكن مع الاعتراف كتقول كانوا معاها جوج، خاها قنيطرة والعيل ديالها. الاخ ديالها كيقول روايه اخرى مختلفه تماما عن الروايه ديالها، وكيقول هو ما كان في راسو والو وعطى شي ادله كتبره من هاد التهمه، وكيقول حتى الطريقه باش تقتل خاه اللي في الجزائر حكى له كل شيء، والابن ديالها هو المتهم الثالث كذلك مختفي هادي سنين ما عرفوش فين هو. هادشي ماشي سهل وهادشي غريب وغامض بزاف. المهم اللي نقولكم ان القضيه بقى في البحث، يمكن يبان شي جديد وشي معلومات جديده، باقي البحث خدام والدوسي عند قاضي التحقيق، ويمكن تبان معلومات جديده في الايام المقبله.